بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, how are you? This is أحمد إمام, a teacher of English. وتعالى نكمل unit 2. دلوقتي احنا في part 2 اللي هو lessons 3-4. احنا في الجزء الثاني من unit 2. يلا بينا نكمل نشوف بيقول ايه. أتمنى انك تكون ذاكرت unit 1. الكلمات بتاعته مش صعبة ان شاء الله رب العالمين. والحل بتاعه كان past simple, حاجة كده لذيذة يعني. كان present simple والباست سمبل كان في يونت 1. فالماضي البسيط والماضي المستمر كانوا في يونت 1. الماضي المضارع البسيط في يونت 2 اللي هو الجزء الاول. يلا نكمل, يلا نكمل نقرا كده يلا بسرعه. ايم, اميزنج, اتاك, بايولوجيست, كاتل, كاتل, تشينج, ديسابير, امبلوي, جارديان, هانتنج. مهمين قوي قوي الكلمات دي. hope, hunting parties, killings, local, missing, monitor, movements, nearby, organization, protect, responsibility, safe, skills, successful, together, track, understand. yep. appearance, empathy. empathy يا مستر عارف اللي هو ايه مشاركه وجدانيه, انا مش فاهمها ليه التعاطف. عايز اقول لك ايه, show empathy to your friends. لما تلاقي مثلا لما تلاقي زميلتك بتعيط يقول لك ايه, show empathy, حاسسيها ان انت حاسه بيها. مش هي تبقى بتعيط وانت بتاكلي سندوتش الشاورما ومش مهتمه بيها, لا, حسسها كده شويه او حاسسيها يعني ان انت ايه مهتمه بيها. estimate, estimate يقدر حوالي يعني, فاهم, يقول لك ايه, estimated price is 100 pounds, السعر المقدر حوالي 100 جنيه. طيب experts, follow, headquarters, locate, paw print. مستر paw ده هو المخلب, هو الجزء ده بتاع القطط. عارف انت القطط ما فيهاش صوابع, عندها paws, paws اللي هو الايد ده, paw. فpaw print ده البصمه بتاعت الايه, الحيوان. personality, reason, science, try, sense, path, path. يلا بينا نحل على طول. انا بحب في الكتب دي بحب فيها ان هو ايه, يديك شويه حاجات تحل عليها, شويه حاجات تحل عليها وهكذا, ما يسيبكش لويس, ما يسيبكش كده ايه الدنيا انت مش عارف منين يودي على فين. يلا مين. The government is planning to knot a number of youth to solve the problem. الحكومه بت بلان, بتخطط, ها, عدد من الشباب, عدد من مش عارف ايه عشان يحل المشكله. Yes, planning to employ, يعين. يلا. A new knot restaurant has opened. Restaurant, مطعم فتح. We can go and have our dinner there. طبعا a new nearby, في مطعم قريب فتح, فاحنا ممكن نروح ونظبط دنيتنا هناك. I log on to the internet every day to get information, to get recent information. Recent information, معلومات حديثة. انا بروح بفتح النت كل يوم عشان اشوف المعلومات الحديثه عن الايه, الكرنسيز, العملات, مش عارف ايه, يعني اشوف الدنيا رايحه فين. It is wrong to judge a person, من الخطا ان انت يحاكم, تحكم على person, according to their appearance, مظهره. من الخطا انك تحكم على حد من شكله. We must the pollution levels in our water sources regularly and accurately. We must protect the pollution. انت بتحمي التلوث, ما هو pollution ده تلوث, نغير التلوث. monitor, monitor دي شبه حاجه اسمها observe, ان انت بتشوف بشكل ملاحظه دقيق كده, انت عمال بت ايه, بتاكد, بتمونيتور البولوشن ليفلز, مستوى التلوث في الميه وهكذا يعني. طيب Egypt has qualified, مصر عندها ايه المؤهل في الاول ايه, different fields all over the world, في كل المجالات, في كل المجالات حول العالم. يبقى مصر عندها خبراء, experts. وعلى فكره حقيقي احنا عندنا خبراء والله العظيم بجد, خبراء وناس جامدين جدا في كل المجالات. اي مجال هتلاقي عندنا ناس جامده, بس هي الفكره في المسؤول بقى. يعني انت عندك المدرس هنا, لا في مدرسين تقال, مدرسين تقال وكتير جدا جدا كمان, وفي كوادر, بدليل ان احنا ساعدنا دول الخليج كلهم, عمان, الاردن, البحرين,
السعودية، قطر، الإمارات، هتلاقي فيهم مدرسين مصريين كتير وشاطرين جدا، والدول دي بتحب المدرسين المصريين، فإحنا مسؤولين هناك ومشغلين لهم الدنيا الحمد لله هناك. بس هنا بقى مش عارف المسؤول، يعني في فرق بين المسؤول والمدرس. المسؤول هنا حلو جدا. نكمل. Our patients don't have to go abroad. المرضى بتوعنا مش محتاجين يلحقوا ان هم يسافروا بره مصر عشان يتعالجوا. They are treated in our hospitals. طبعا بيتعالجوا في ايه؟ في اللوكال هوسبيتالز، في المستشفيات المحلية، في المستشفيات المحلية اللي هي تحت البيت يعني، وربنا يرحمنا برحمته. طيب، making such beautiful jewelry، ان انت بتعمل مجوهرات الثمينة الجميلة دي، needs a great AI master. Great skill، جدع، مهارة. تعال نترجمهم، يلا نترجمهم. أول حاجة personality، دي شخصية، مش تنفع. estimation، لا اللي هو ايه، تقدير. search، لا يبقى skill، مهارة. ان انت عشان تعمل مجوهرات حلوة فانت محتاج مهارة عالية جدا، محتاج تبقى جامد. يلا نكمل. most young people، الناس الصغنطوطة اليومين دول، have no particular in their lives، have no aims in the lives، ما عندهمش aims، اهداف في حياتهم. ودي مشكله يا اولاد. حاول اقعد مع نفسك وفكر بنفسك، انا نفسي اطلع ايه؟ هو انا محتاج ايه؟ هو انت بتتفرج على الفيديو ده عشان ايه؟ طب بتحل الواجب عشان ايه؟ فاهم؟ حاول تسال نفسك، طب انا بعمل ده ليه؟ وحاول تلاقي نفسك reason، حاول تلاقي نفسك aim، حاول تلاقي نفسك هدف. انا عايزك تخلي وقت اللعب للعب بس، موت نفسك لعب، قطع نفسك لعب، مفيش اي مشكله، يوم الجمعه مش عارف ايه بتاع. وقت الدراسه لا، يبقى دراسه، اتعب نفسي في الدراسه وفي المذاكره والكلام ده كله مهم قوي. طيب، while Waleed was walking in the street a wild dog طبعا attacked him. هي فين؟ وليد كان ماشي ببرستيجو كده في الشارع، وشياكه واناقه ولياقه ولباقه، الكلب طبعا عمل منه شاورما، فاهم انت، فضل يجري وراه وبتاع، فماشي. expressions دي مهمين قوي. بص، انت حافظ الكلمات دي. based on، طب مستر based on و based on مهمين قوي، الفرق بين based on و based on، تعال نشوفهم. بص يا مستر، انت بتيجي تتفرج على فيلم، وليكن فيلم او مسلسل الاختيار ايا كان، فاقول لك ايه this movie، لو انت يعني لو فرضا ان هو فيلم، this movie is based on a true story. هذا الفيلم مبني على قصة حقيقية. فالفيلم ده مبني على قصة حقيقية. based on معناها مبني على. طب based in متواجد في، اجي اقول لك ايه؟ our company is based in Cairo. شركتنا مقرها في القاهرة. شركتنا مقرها في القاهرة. based in Cairo، مقرها فيه، متواجدة فيه. وbased on يعني مبني على. البوينتس دي مهمة. يلا نكمل. do research، interested in، look for، الحاجات دي مهمة، احفظهم. ويلا بينا نحل. خد سكرين شوت دايما وحل. انت انت دلوقتي احنا خلصنا صفحة كام؟ 88، واعتقد دلوقتي في 89، لا في 90. طيب يلا. the little child got lost and we all، على فكرة يعني انا بختار الصفحات المهمة يعني. ها ال child ده تاه، and we all want to look ايه؟ look for him، عشان نبحث عنه. ف look for يبحث عنه، look after يعتني به، look at ينظر الى. انت عندك يا مستر look at، ببص لك، I'm looking at you now، انا شايفك. look for يبحث عن، look after يعتني به، ها. وعندك ايه تاني؟ look up، a word بتبحث عنها، بتدور على كلمه في الدكشنري في القاموس بتاع حضرتك.
The film I watched yesterday, الفيلم اللي أنا شفته امبارح was based إيه؟ Based on a true story. لسه كاتبها لك والله. The presence of the police. حضور البوليس gave us a not safety. ها؟ A sense of safety. يعني أول ما شافوا الشرطة فحسوا بالاطمئنان يعني إن الضابط موجود فهم إيه؟ حسوا بالاطمئنان. جميل. Unfortunately, لسوء الحظ. The not of the factory ماله is too close to a residential area. يا نهار أبيض. بص يا عيال. لسوء الحظ. موقع الفاكتوري اللي هو المصنع جدع قريب لمنطقة سكنية residential area معناها منطقة مهم يعني دي منطقة ايه سكنية جميل فمستر ايه ذا لوكيشن طبعا لوكيشن ده هيبقى ايه الفرق بين لوكيشن وديستنيشن لوكيشن ده المكان اللي انت فيه دلوقتي حالا ديستنيشن المكان اللي انت عايز تروح لوكيشن مكاني ديستنيشن اللي انا عايز اروح له يلا نكمل while going back home my son suddenly went missing وانا رايح بيتي ابني ما لقيتوش the meaning of went missing is a got lost اللي هي تاه ربنا ما يكتبها على حد ابنه تاه got lost او ايه went missing انت تهتوا قبل كده ما تحكي لنا كده امتى تهتوا وحصل ايه وبتاعه انا فاكر ان انا او مش فاكر حقيقة ما بيحكوا لي ان انا تهت في جامعة عمرو بن العاص مصر القديمة كنت صغير خالص كنت مع بنت عمتي وقتها كانت في اعدادي كانوا بيصلوا التراويح الاسرة يعني وتهت فكل حد بقى وقف عند باب المسجد الكبير وندهوا في الميكروفونات وبتاعه كده ف بس يعني كانت بيقولوا انا مش حاسس كنت وقتها عادي ولحد دلوقتي بتوه والله كبير انا بروح بيتنا باللوكيشن طيب my close friend صاحبي المقرب lives in a nearby village عايش في قريه قريبه عشان كده انا دايما بزوره the opposite of nearby عكس كلمه nearby قريب صح close near bnc يا راجل يبقى ريموت ده معناها far لو انت فاكر قال لك حلوان is a remote area far away area منطقة بعيدة ريموت يا مستر ريموت كنترول معناها تحكم عن بعد كلمة ريموت معناها تحكم عن ريموت كنترول انت بتتحكم في الشاشة بتاعت التلفزيون بتتحكم في التكييف بتتحكم في اي جهاز من مسافة ماشي كده طب نكمل thanks not modern inventions communication has developed thanks for بفضل اوكي طيب they are not fascinating research on the ways of using AI بيعملوا research ابحاث على استخدام الـ AI في الطب research do research ولا make research هتلاقي فوق انت عارف ان research معناها بحث صح ها فين جدع do والله مهمة انا بخاف من ده تبقى انت طالب شاطر طالب ذكي مش عارف ايه بتاع وفاهم الجملة بس do ولا make with ولا at فاهم فور ولا on in ولا on الحاجات دي بتخوف فاقراها ماشي ارجوك ما تكروتهاش فهتبقى doing a research كمل the building of the new train station مبنى القطر يعني in Cairo caused not to anyone who saw it مبنى القطر الجديد يعني new train station محطة القطر في القاهرة اوعى cause amazement بص يا مستر اجي اقول لك I am amazed the movie is amazing احفظها بجملة كده بالشكل ده والله ترتاح the movie is amazing الفيلم ده حلو I am amazed مش كده cause amazement سبب عارف انت انبهار اول ما اشوفه محطوط كده على طول فاهم حاجه فايه amazement دي كده طيب amaze دي verb she amazed him او she amazed her فاهم حاجه يعني ابهرتها طيب not who have working skills are always required for respectable jobs الناس اللي عندها working skills مهارات في العمل مطلوبه required يعني مطلوب
respectable jobs لوظائف محترمة يعني. هتبقى employees. تعال نترجمها. employee يعني موظف. employ من غير اس معناها يوظف. ده فعل. employer ده صاحب عمل. employer صاحب عمل طبعا من غير اس ده جمع يعني فاهم. employer صاحب عمل. employee ده الموظف وemploy يعني يوظف. يلا نكمل بعض البوينتس على الفوكب احنا قلناها قبل كده. work with بعمل. بص يا سيدي I work at واسم المدرسه واسم المكان اللي انت فيه. بص يا سيدي I work in education field. انا بعمل في المجال التعليمي. I work in education field. I work with Mr. علي. شغال مع مستر علي اسم فاهم حاجه شغال معه. I work with the children. I work for اسم الايه بعمل لصالح. I work for a big company. ممكن I work for a big school. فاهم الفكره؟ طيب work in المجال مش المكان يعني المكان ممكن اه بس ماشي في work at على فكرة يعني بدل work in ممكن work at وتقول المكان. I work on a project. work on a new novel. بشتغل فيه على مشروع. work as. I work as a teacher. من الأول كده I work as a teacher. I work on new videos. I work with children أو teenagers. بشتغل مع مراهقين. I work with the students. تمام كده. I work at a big school. بشتغل في مدرسة كبيرة. أو I work in education field. بس كده. حاجة طبعا تنتهي في IST وظائف مهمة. As well as بالإضافة إلى. As well as studying English. I study math. بالإضافة لدراسة الإنجليش أنا بدرس الماث. اللي بعده. Own يمتلك طبعا أودين يعني مثلا I owe ها some money to علي أو I owe علي some money أنا مديون لعلي بفلوس يبقى علي المفروض أنا اللي أدي علي فلوس. lend أنا اللي بسلفه. lend owe lend أنا بسلف owe بستلف. borrow طبعا بستلف إنما owe هنا مديون. ما عارف إن أقول لك إيه I owe you my life أنا مديون لك بحياتي. الجمل دي تلاقيها في الأفلام بقى فاهم كده. انا عايز ابقى الاول في الفاينل اكزامز. so this is my aim. ده هدفي. the crash was by a loud scream and then there was a silence. so the crash الخبطه was followed يعني اول ما خبطوا حصل loud scream صرخه كبيره بعد كده كل حاجه بقت silent. طيب كاتل. كاتل دي ماشيه. خلي بالك كاتل دي هي اللي براد الشاي. عارف انت ده الكاتل يعني اللي انت بتعمل بيه شاي ما اسموش كاتل اسمه كاتل. اه تخيل. انما كاتل دي another word for cattle is a livestock ماشية. يعني ايه ماشية مستر؟ هذا الماشية يا البقر والجواميس والحاجات دي كلها والسهلة يعني. طيب حنان has become a famous doctor but her fame hasn't her at all. حنان بقت مشهورة جدا دكتورة مشهورة but her fame شهرة hasn't changed her at all. الشهرة ما غيرتهاش خالص. كمل. Our teacher has a very strong and also friendly note in dealing with his students. المدرس بتاعنا عنده strong وبرضه friendly personality شخصية قوية ولكنه في نفس الوقت friendly لذيذ بيصاحب الطلبة وهو بيتعامل معاه. There must be some لازم يكون في بعض on highways to help us know where we are. لازم يكون في ايه يا مستر على الطريق السريع هاي وايز. انت لازم تشوف الكي وورد لازم تشوف المفتاح بتاع الجمله بتاعك ايه. طريق سريع عشان يساعدنا نعرف احنا فين. فلازم يكون في ساين. ساين دي علامات ارشادات الطرق. عارف انت الساين يعني ايه اللي هي بتاعت مش عارف تبقى ازاي كده. الساين اللي مكتوب مثلا ستوب فده ساين علامة أو دليل يعني إشارة حاجة كده. إنما سيجنال دي الإشارة اللي هي عارف أنت يقول لك إيه مفيش سيجنال هنا في المنطقة يعني البيت ده مفهوش سيجنال مفهوش شبكة. البيت ده مفهوش
شبكة، فودافون، اتصالات، الكلام ده كله. headquarters دي اللي هو المبنى، الإدارة، مش هينفع. some factories مالهم children as young as 7 with not legal which is not legal I'm sorry. بعض المصانع بتعمل ايه في العيال اللي هم 7 سنين، في سن 7 سنين، وطبعا دي حاجة مش قانونية. ايه دونيت؟ بتتبرع عيال؟ مش فاهم انا هتبرع لك بعيل؟ لا، كمان دي حاجة مش قانونية. employ يعني عين، بيوظف. بعض المصانع بتعين عيال صغيرة، وطبعا دي حاجة مش ليجل، حاجة مش قانونية. كمل. تعالى بقى ايه المبني المجهوز في المضارع البسيط ده، احنا اتكلمنا عليه شوية بس هو حابب ايه يزود عليه. انت ممكن ترجع له في الفيديو اللي فات، انا اتكلمت عنه، جبت المضارع البسيط كله من اوله لاخره، فتبص عليه. تعالى بسرعه كده يا مستر. قال لك the car is washed every Friday. New schools are built by the government. ايه ده؟ مش فاهم حاجه. بص يا مستر، انت بتبدا بالمفعول، انا شرحته في اللي فات بس هقوله لك كده. the car، تعالى نعمله هنا احسن. بص يا مستر، لما اقول لك يا حبيب قلبي، I write letters، انا بكتب ايه؟ خطابات. دايما بقول لك المبني المجهول ابدا بالمفعول، جدع، فهتبدا بايه؟ بليترز. letters دي مفرد ولا جمع؟ جمع، فانت كده كده بتستخدم am is are، صح؟ هتبقى ايه يا حبيب قلب اخوك؟ هتبقى letters are تصريف كام؟ تالت. try true threat مش فاهم حاجه يا مستر. تعالى يا قلبي نقول الخطه بتاعتنا. انت الاول كده بتبدا بالمفعول، الا وهو في الحاله دي letters. بعد كده قلنا am is او ايه or plus ال past participle، الا هو التصريف الكام؟ تالت. write wrote written letters are written. بس كده الدنيا بسيطه، ماشي. فده كده المبني للمجهول، عشان هنا جمع فاخترنا or. طب لو قلنا letter واحد هيبقى is، الدنيا بسيطه، ما هي كده كده بايظ بايظ بايظ. والله بس قال لك يعني انت ممكن تحط ايه؟ always، يعني she always does his homework، يبقى الهوم ورك بتاعها is always done. وانها برضو اميره doesn't watch، يبقى common friends aren't watched. ما انت is هتبقى isn't، سهله يعني. I have a mobile، ما تستخدمش has، ما تقولش is had يعني. استخدم فعل تاني معناها، يبقى ايه؟ a mobile is possessed او is owned by me. I have breakfast، يبقى breakfast is eaten. تاني كده، بدل ما اقول لك ما I have breakfast يبقى انا I eat breakfast، تبقى breakfast is eaten. I have a car، a car is owned by me. ما فيش حاجة اسمها a car is had. طيب تعالى نحل. قلناها اف مضارع بسيط، الناحية التانية مضارع بسيط لما يكون حالة أولى أو حالة صفرية حتى. الرواية أو المسرحية برضو مضارع، فاهم حاجة؟ الجمل there و here مضارع، مع الحكم والأمثال لأن هي حاجة زي على طول، فاهم أنت؟ action speaks louder than words، معناها الأفعال أهم من الكلمات، فده موجود على طول. طبعا تبدأ بنيفر بس القاعدة تختلف. never فعل مساعد، فاعل infinitive. never does he tell lies، دي مختلفة شوية، دي point للمتفوقين. never does he tell lies، ماشي كده؟ دي أصلها he never tells lies، دي أصلها كده. الراجل عمره ما بيقول ايه؟ اكاذيب. always طبعا تستخدم مع المضارع البسيط، بس ممكن يعني مع المضارع الايه؟ مستمر، لو حدث بيحصل باستمرار وبيضايقك. اجي اقول لك ايه؟ he is always bothering me، she is always talking، دي على طول بتتكلم، قرفاني يا مستر، فاهم حاجه؟ he is always crying، الكلام ده كله. plants طبعا by farmers، يبقى are grown، هي فين؟ على طول كده.
This road isn't used. لا يتم استخدامه. مش مهم، مش مهم عندي مين بيستخدمه، فاهم حاجة؟ أو مش مهم عندي مين ما بيستخدموش، أنا بركز على الرود نفسه. We not the email and reply to it. We received. المشكلة إحنا استقبلنا، لأن في replied did to it. إحنا استقبلنا الميل وردنا عليه. Today lions by the Maasai from hunting parties are protected. Lions الأسود بيتم حمايتهم. When not this house built, when was ليه مستر لأن بلت was it built مش build. وفي نفس الوقت هو البيت بيبني، البيت بيت بني. كمل طبعا. ايه general exercises ممكن تحلها وتوريهاني؟ صفحة 100 حلها لي تمام كده. يلا وبعد كده مستر ايه skills exercises. عايز اقول لك ان كده اليونت ما فيهوش حاجة تاني على فكرة، يعني انت فاهم خلاص كده يونت 2. فحل، حل شوية، حل شوية. صفحة 100 حلها لي، هاتها وحلها. يلا ها يلا. This popular television program ماله by millions of people every week جدع is watched. لأن ده every week حاجة على طول. This writer is well known صح. His books ماله are read لأن read 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 هي هي بيتم قراءتهم، فاهم حاجة؟ يلا. It is a fact that من الحقيقة إن الفاكت مالها eggs contain، فاهم حاجة؟ a lot of protein. الإجز تحتوي على، ما فيش حاجة اسمها يتم احتوائه، لا الإجز contain عادي جدا. طب نكمل حبيب قلب. Don't forget to come on time when you to come for the interview. When you ask to come، أنت اللي بتطلب إنك تيجي الانترفيو؟ لا، أنت اللي بيطلب منك. You are asked to come. لما نطلب منك تيجي في الانترفيو ما تنساش انك تيجي بدري. The road to school طريق المدرسة last week. last week خدت بالك الحتة دي؟ فده انت مش مضارع، انت ماضي. In celebration of the new year ده ماضي خلاص. فما ام از ار غلط اوتوماتيك. دي ايه دي؟ از غلط حاجة. has paved الاخيرة دي غلط. فانت بتعمل is paving يا راجل الطريق بيعمل نفسه، هتبقى was paved. تمت ايه؟ بيف دي اللي هي بيتمهد، عارف انت بيتسفلت بالمصري. طيب nurses ننزل كده. yes nurses after patients in hospitals it's their job. يبقى nurses look after patients. nurses يا مستر بي look after بيعتني بالpatients. طب مستر انت ليه ما قلتش are looking after؟ are looking after ده لو دلوقتي حالا. nurses are looking after patients now. انما ده بقول لك it's their job ده في العادي ده شغلانتهم على طول. يبقى nurses look after patients فدي مهمتهم او ده شغلهم على طول. اللي بعده. A very nice meal for us at my grandfather's house every Friday. يبقى is prepared. في ميل، في وجبة بتتحضر يعني every Friday. يلا نكمل. قال لك ايه يا مستر الاول؟ A very nice meal احنا قلناها is prepared. الميل الوجبة بتتعد يعني تمام كده. For us at my grandfather's house كل جمعة الوجبة بيتم اعدادها لينا. انت هتقول لي ايه a very nice meal ايه يعني prepares مثلا؟ لا غلط، الوجبة ما بتعدش، هي بيتم اعدادها. health الصحة is affected by smoking الصحة بتتأثر بالتدخين اللي هو بيسبب ايه fatal diseases امراض مميتة. my car حصل لها ايه for any damage from now and then is serviced. بالظبط كده from now and then دي من وقت للتاني فاهم، كل يوم والتاني كل اسبوع والتاني ايا كان. ف is serviced العربية بيحصل لها ايه service عارف انت صيانة دورية يعني من كل فترة والتانية. طيب service مالها السيرفيس فيه او رسوم الخدمه يعني. الهوتيل مالها ان ذا بل بيتم متضمنه از انكلودد ان ذا بل. انا عايزك تقرا كتير وتحل كتير، اقسم بالله اقسم بالله هتحل وانت نايم في الامتحانات بعد كده. الحل كتير. قالك ايه practice makes perfect، التدريب كتير هيخليك perfect وجامد جدا. شوف انا على فكره يونت 2 هتلاقي مدرسين كتير كتير عاملينه في وقت اقل مني بكتير، بس بشرح بس. لا انا عايزك اشرح وحل حل 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 فاهم حاجه، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. فده الفرق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بيني وبين اي حد. During the monthly school party clever students مالهم are given جدع nice presents
يعني في السكول بارتي في الحفله بتاعه المدرسه العيال بتاخد ايه؟ نايس بريزنس، هدايا حلوه. ذا فلاورز مالها؟ باي اور جاردن جاردنر، انا اسف جاردنر ده اللي هو الجنين يعني، هو از فيري اكتف، هتبقى ايه؟ فلاورز اور ار يوجوالي ووتد، جدع بيتم ايه ريهم يعني. الكتريك كورز، العربيات الكهرباء السعوديه فور ذا فيرست تايم ان هيستوري، هتبقى ايه؟ ار ميد، العربيات الكهرباء بتصنع في السعوديه لاول مره في التاريخ. الكلاس رومز مالها؟ during the school holidays so that the school can look better. الكلاسرومز ام از ار، تبقى ار ار painted. فين دي؟ مش لاقيها صح. during the school holidays were painted، تمشي. طب بص واحده، كلاسرومز دي از غلط، امشي بالاستبعاد بقى. ار painting، ايه ده؟ الكلاسروم الفصول بتدهن، الفصل هو اللي بيدهن. صباح الخير يا فصل، صباح الخير يا مستر، ايه ده انت؟ لا يبقى انت، كان في دكتور عندنا في الكليه كان يقول لك ايه، بص يا ابني مفيش مشكله ان انت تكلم نفسك، ده يعني عادي طبيعي، في ناس كتير بتكلم نفسها. انت تقلق امتى؟ لو لقيت حد بيرد عليك، يعني انت كلم نفسك في المرايه، لو لقيتها بترد عليك بقى يبقى انت كده في مشكله، انت كده هتتعالج. ار painting غلط، هاف painted غلط، هتبقى وير painted مفيش مشكله خالص، ده مبني للمجهول ولكن في الماضي البسيط. كمل. مهارات، بقول لك ايه، يلا نحل امتحان الاضواء، ايه رايك؟ مش مهارات يا مستر، حلها لي تمام كده وابعت لك المودل انسر بتاعها. انا بتكلم دلوقتي على صفحه 105 وصفحه 106 و107، حلهم لي. عايز اشوف انت حلك هيبقى ازاي، حاجه ليك كده هوم ورك، ويلا بينا نحل امتحان الاضواء اللي هو صفحه 110. يلا بينا، يلا choose the two correct answers of the five options، اختار اجابتين من الخمسه. There was a meeting to discuss a long term plan، كان في اجتماع عشان يناقش خطه طويله المدى. معنى كلمه a long term معناها حاجه طويله، معناها ايه يا مستر؟ long lasting plan، خطه طويله المدى. temporary دي يعني مؤقت، غلط. passing لا، short lived غلط، هتبقى continuing. plan ماشي كده. يلا نكمل رقم اثنين. يلا، حازم is not painting that's his hobby، دي عدته. يبقى حازم ايه يا مستر؟ careless with، amazed at. بص يا مستر، careless with دي الراجل مش مهتم، amazed at لا، amazed at اللي هو انت بتبص كده عارف انت تبحلق كده مش تنفع. ها word about، الان لا يا مستر، interested in مهتم بيه، وfond of برضو مولع او يعني بيحب دوت، مولع مش مولع ارجوك. طيب I don't know the reason for، على طول reason for، فاكر الجدول اللي قلت لك احفظه، الجدول اللي قلت لك interested in reason for الكلام ده كله. طيب drivers mustn't exceed the ايه؟ speed limit، هي دايما اسمها speed limit، حد السرعة، speed limit حد السرعة. exceed معناها يعدي، فالسواقين ما ينفعش يعدوا حد السرعة. في شركتنا there are a lot of cameras to ايه يا مستر؟ في كاميرات كتيرة. everything that happens، كل حاجة بتحصل. فمونيتور، مونيتور معناها observe، معناها انك تبص. اللي بعده، اللاعب performed exotic نقط after scoring his goal، الواد بعد ما احرز الجون، لو انتوا فاكرين كوليبالي بتاع الاهلي مش عارف فاكرينه ولا لا، كان يجيب الجون يقعد يتشقلب سبع ست شقلبات، عارف انت جايب شمبانزي معاك. فمستر عمل ايه؟ exotic movements، حركات بهلوانية، الواد بدا ايه؟ يتشقلب بعد ما جايب الجون. بعد الحادثة احتاج blood to stay alive، blood transplant، نقل دم عشان يبقى حي او عشان يبقى على قيد الحياة. عمر ووز while cutting the meat، عمر ووز injured، الواد اتعور وهو بيقطع اللحم. as well as ing، as well as traveling، as well as ing، as well as traveling. رواندا، ايه؟ رويدا، I'm sorry، رويدا her grandmother as usual، عادي رويدا جدتها، بتزور جدتها، تبقى ايه؟ visits. افتكرتها رواندا، انا اسف. طيب يزن to sit down until he had apologized to the teacher، يزن ما تسمحلوش ان هو يقعد الا لما اعتذر للمدرس، يبقى ايه؟
wasn't allowed لم يتم السماح لي. لأن allow دي معناها يسمح. تسمح بإيه؟ يعني فاهم حاجة؟ لازم allow يجي وراها مفعول. I allow you to drink أنا بسمح لك إنك تشرب. I allow you to eat بسمح لك إنك تاكل وهكذا من الحاجات الجميلة دي. رجب came to my house and tea with me and had tea with me. الراجل جه البيت وشرب شاي معايا والدنيا لذيذة خالص. كمل حبيب قلبي. صلاح طبعا في صفحة 110 لو النسخة معاك مش واضحة هنزلها لك بي دي اف مفيش مشكلة عشان تبص هنا وتبص هنا يبقى النسخة نازلة لك في الكومنتس as a PDF تبص فيها وتحلها وانت معايا على الفيديو تمام كده وتابعني ما تنساش بقى اللايك والكومنت والحاجات دي كلها وتقول لزمايلك بحيث ان متهيألي يعني هتستفاد ان شاء الله مش متهيألي انت اكيد هتستفاد ان شاء الله رب العالمين يلا نكمل صلاح the most important goal for Egypt that sent it to the World Cup final صلاح احرز اهم هدف لمصر اللي هو بعتنا لكاس العالم يبقى scored scored يعني احرز منا cheerful the smile never leaves her face الضحكة من هنا لهنا عمرها ما بتسيب وشها الضحكة يعني بتفضل مبتسمة كده يبقى she is always منا is always cheerful نكمل يلا in winter wood is burned ما هو wood ده يا مستر الخشب بس مفرد الخشب بيتم حرقه عشان ايه الناس يعني to heat people's homes عشان يدفي بيوت الناس في بعض البلاد في العالم بعض البلاد يا ولادي عندهم غابات كتير قوي وعندهم شجر كتير كده كده فبياخد الخشب بيقطعه ويحطه مدفأة كده يعني في مكان تحت كده بحيث ان هو ايه يدفي البيت يعني طيب نكمل ياسين doesn't stay up late any longer خلاص ياسين ما بقاش بيصحى متأخر او ما بقاش بيفضل قاعد وقت متأخر خلاص that means ايه طبعا he used to stay up late معناها ان هو اعتاد ان هو يصحى متأخر بس خلاص عدم وانتهت طالما used to والمصدر ده عبارة عن عدم وانتهت انما لو am is are used to ing معناه انها عادة ولسه مستمرة يلا نكمل يلا نكمل يا ولاد والله والله انا ممكن اخلص الفيديو ده قبل كده بكتير ويبقى مدة اقل من كده بس انا بتعد نفسي عشان ايه انا بديك كل اللي عندي يمكن في السنتر كمان انا بعمل كده فاهم حاجة ممكن في السنتر ازود كام حاجة بس ده كتير مش كل المدرسين تعمل كده فانت لازم معلش مش والله ما بزود عليك حاجه المنهج ده انا مش جايبه من بيتنا نفس المنهج انا عايزك تشد حيلك معايا والله هتقفل مش بقول لك هتجيب درجه حلوه هتقفل الفول مارك الفول مارك كم octopuses are extremely intelligent الاكتوبوس يا مستر وهو الاخطبوط intelligent very smart ماله بقى they have even learned a few tricks اتعلموا حركات جديدة to get them out of sticky situations يعني اتعلموا ايه حركات صايعة كده عشان تبعدهم عن ال sticky situations المواقف مش عارف بقى هيتبان عندكم ولا لأ اهو مفيش اكتر من كده وكده كده عندك احنا بنتكلم دلوقتي صفحة كام صفحة 110 خلصناها في صفحة 111 احنا دلوقتي 111 دي يا ولاد الاختبوسس بص احنا في الانجليش عندنا اوكتوبوس حط لها اي اس بقت اوكتوبوسس اديك 200 جنيه دلوقتي اديك 500 جنيه لو قلت لي جمع اخطبوط ايه بالعربي اهو بقى شفت الانجليش اسهل من العربي ازاي خاطب اخطا اكتب لي في الكومنتات جمع اخطبوط ايه المهم يا مستر الاخطبوطات دي ايه عبقريه جدا دايما اتعلموا حركات عشان يخرجوا من المواقف الصعبه الستيكي سيتويشنز على سبيل المثال They are afraid of a predator. Predator يعني حد هيموتهم يعني في سمكة أو حاجة هتموتهم يعني. As octopuses don't have teeth or sharp claws. الأكتوبوس ده ولاد الأخطبوط ده ما عندوش teeth سنان ولا حتى sharp claws حاجة كده تخربش يعني. تمام كده؟ عشان يدافع عن نفسه. They hide in the sand. بيستخبوا في الرملة. On the bottom of the ocean floor. يعني في الرملة كده بيستخبوا تحتها يعني. طيب الاخطبوطات او الاخطبوط is like a ايه كاملن دي اللي هي الحرباية because it can change the color بيغير لون السكن البشرة فدي يا مستر حرباية اكتبها عندك وقراها واحفظها يعني بيغير السكن فين دي بيغير السكن بتاعته البشرة بتاعته عشان تبقى اللون الايه الرملة بعض الاخطبوطات
like to stay in more shallow water. بيحبوا يقعدوا في المياه الضحلة. Where there are rocks. مكان باين فيه طوب الروكس بقى وكده والكورل. طيب برغم ده الاخطبوطات كان squeeze themselves بيحشروا نفسهم في the small spaces الاماكن الصغنطوطة between the rocks to get out of reach of predators عشان يبعدوا عن ال predators الناس اللي هم الحيوانات المفترسة يعني اللي هتاكلهم يعني. طريقة تانية an octopus can use. طريقة تانية ال octopus ده يقدر يستخدم to hide is by shooting ink. بيطلع ink حبر. الاكتوبوس بيستخدم a part of its body, جزء من جسمه called a siphon. الاخطبوط بيستخدم جزء من جسمه اسمه siphon to shoot ink into the water عشان يطلع ink في الايه في المية, حبر في المية. الانك ده بيعمل حاجة اسمها cloud, بيدي زي غيمة كبيرة قوي, فخلاص يعني انت عارف انت زي قنبلة دخان حاجة كده انت مش شايف اي حاجة منها. It's like a magician doing a vanishing act. عامل زي الساحر, magician دي يعني ساحر, بيعمل خدعة الاختفاء. عارف انت اللي هو هديك حبر كتير قوي فانت مش شايف اي حاجة في اي حاجة, فهو يجري بقى, فاهمين؟ وعلى فكرة نفس فكرة قنبلة الدخان, احنا هي اتاخدت من كده اصلا, تعرف قنبلة الدخان محدش يشوف اي حاجة وايه وتهرب يعني. لو الاكتوبوس الاخطبوط is being attacked, لو هو تهاجم, it can actually ممكن يعمل يخلي نفسه look like a venomous sea snake, يخلي نفسه عامل شبه السي سنيك اللي هو تعبان البحر. It will bury itself, هيدفن نفسه برضو في الرملة ويخلي دراعين بس هما اللي ظاهرين. لو الاخطبوط ده is in trouble, لو في مشكلة برضو it can break off one of its arms, ممكن يقطع دراع من دراعاته. عارف ان اقطع ايد ليه؟ عشان كده كده الارم الدراع ده هيغير لونه and squirm around the water to distract the predator. الدراع ده هيفضل يلعب في المية عشان يشتت البريدتور while the octopus swims away. طبعا والاخطبوط بيجري to safety للامان. والله غلبان الاخطبوط ده, بيجري بس ما مش بيهاجم, مش عايز يهاجم. Amazingly the octopus arm will grow back. طبعا دراعه اللي اتقطع ده هيرجع تاني. خلي بالك بقى, دي عكس دي, فريدي فريسة والبريدتور ده اللي هو اللي بياكل الفريسه. والله ما عارف معناه بالعربي. طبعا ده is an animal, ده الحيوان اللي بيأتاك بيهاجم وبيقتل الاكتوبوس, ده البريدتور. البريدتور ده اللي هو اللي, على فكره في فيلم اسمه بريدتور, ده فيلم رعب يعني, مش رعب, فيلم جامد يعني بصراحه قديم. بريدتور اللي هو المفترس. ايوه المفترس, فمستر بري فريسه, بريدتور يعني مفترس. طيب قالك ايه بقى؟ When an octopus is in a sticky situation, لما الاخطبوط بيكون في موقف sticky. انا مش عارف sticky, sticky دي معناها ملزق, ده المعنى الحرفي او الطبيعي بتاعها, موقف ملزق. ايه العبط ده؟ That means it is a mister. تعال نشوفها. ارى مستر, they have even learned, اتعلموا شوية حركات عشان تخرج من ال sticky situations, الموقف الملزق الهبل ده. طيب على سبيل المثال بيشرح لك يعني sticky situation. They are afraid of a predator, خايفين من مفترس, عشان الاخطبوطات يعني اللي ما عندهمش اسنان وكده وبتاع. فمستر sticky هنا معناها يا حبيب قلبي dangerous situation, لو هم في موقف خطير ده معناها ان هم they are in danger, في خطر. رقم بي, الاخطبوط والحرباية are similar, both change their skin color. طبعا الاثنين بيغيروا السكن, بشرة بتاعته. الاخطبوط برضو ممكن separate one of its arms, يقدر يقطع دراع من دراعاته. عشان ايه؟ عشان ايه السبب to decay؟ طبعا عشان distract, عشان يشتت المفترس. distract دي يا ولاد معناها يشتت. catch a prey, يمسك فريسة. renew it, هل هو بيقطعه عشان مخصوص يجدده؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا, عشان يبيض, لا عشان distract the predator. يلا اللي بعد, الاخطبوط can shoot ink, يطلع ink, يطلع حبر into the water which kills, لا ما بيقتلش, الحبر ده ما بيقتلش. pollutes the water, عشان يعني يلوث الماء, لا. attracts, عشان يجذب الفريس, لا. عشان hide from the attackers, عشان يستخبى من الناس اللي بتهاجمه. والله غلبان, الناس بتروح تهاجمه وهو غلبان على الله حكايته خالص.
يلا بسرعة عشان نخلص البتاع ده. ها اوكتوبس الاخ، والله العظيم بجد انا عايزك تعرف ايه جمعها، انا مش عارف. الاخاطب الاخ ايا كان، الاخطبوط يعني، ما عندوش تيث، ما عندوش كلوز عشان يدافع عن نفسه، صح؟ ها عشان كده بيتاكلوا بسهوله. بالرغم من كده they have other ways to keep enemies away، عندهم طرق ثانيه عشان يبعدوا الانيميز الاعداء ممكن. moreover بالاضافه لده they are not brave، مش شجعان. That's why they are about to extinct، عشان كده هم بينقرضوا. ده ما اتقالش الانقراض، ما اتكلمش في الانقراض يا حبيب قلبي. ايوه بالرغم من كده عندهم طرق تانية عشان يبعدوا الانيميز، يبعدوا الاعداء، فهي رقم بي. ايه رقم واحد دي بيتاكلوا بسهوله؟ بيتاكل بسهوله ده اللي هو بيتفصص بسهوله كده، ما قلتلكش هو بيتاكل ازاي، وما قلتلكش كمان ان هم جبنه. ما هو يا حبيب قلبي هو بيحاول يجري، فاهم حاجه؟ عشان كده they have other ways، ليهم طرق تانية عشان يبعدوا الانيميز، اللي هو ايه، يقطع الدراع من دراعه فالانيمي يقدر يبص على الدراع ده، فاهم؟ والاخطبوط يمشي عنده اللي هو يبقى زي سي سنيك، يبقى تعبان البحر، فاهم حاجه؟ يبقى شكل كده عنده ان هو يتلون، فيعني ما لهاش علاقه ان هو بريف، وما عندوش اصلا سنان، ما عندوش حاجه يضربك بيها. احسن عنوان للقطعه دي ذا ماجيشن اوكتوبسز، الاخطبيط الماجيشن الصحراء يعني، اللي هم الواو كده، ولا ذا سي بيد؟ لا ايه ده، ذا سي وورد اند ذا بريدتور، ايه ده، عالم البحار. وانا كلمتك على كام مخلوق ده، هم اتنين تلاته بس، فاهم حاجه؟ او هو بس سي انك اللي هو الحبر البحر. لا غلط غلط. فانت ايه، الماجيشن اوكتوبس الاخاطب الاخطبيط الماجيشن اللي هم سحرة يعني، جامدين الاخطبوط الساحر. تاتا يلا بسرعه نخلص الاثنين دول وشكرا. كده كده انا قلت لك ما تقلقش، انا هديك سيشنز للستوري، فما مش عايزك ايه تبقى متوتر. يحلم كل منا ان يكون مشهورا في يوم ما، كلنا بنتمنى نبقى مشهورين في يوم من الايام، بس مش سهل انت تكون مشهور، لان الشهره دي محتاجه ايه، العمل الجاد والصبر والمعاناه. كلنا بنحلم صح، يبقى we all dream او all of us dream. بص اقراهم كده، فاهم حاجه؟ اقراهم بالشكل ده، قلت لك قبل كده اقراهم بالشكل ده تلاقي نفسك بتستبعد. يعني مثلا قال لك ايه، all of us dream، تمشي all of us dream، every of us every a غلط، each of us dreams يحلم كل منا، تمشي يعني، فاهم انت؟ المفروض each of us dream، بس انا شاكك في رقم اربعة دي. مهم يعني، يبقى انت كده خلاص يا باشا سي دي غلط. وخلي بالك انا بعمل غلط فين، بعمل غلط على الحتة الغلط يعني، فاهم حاجة؟ every of us فدي تبقى غلط يعني، بعمل الاكس على الكلمة اللي انا شايفها غلط، عشان لما تيجي تراجع امتحانك وانت بتراجع تبقى عارف انت غلطان في ايه، او الجملة دي غلط فين. All of us dream of being famous one day. ماشي. اوكي كلهم زي بعض. But it is easy to be a well known. ولكن ليس من السهل. It is easy. قال لك هنا ليس من السهل، وهنا بيقول لك it is easy. فدي غلط. فانت كده عندك اتنين واربعة. تعال نشوف اتنين. It is not easy to be famous. اربعة. It is not easy to be a infamous، غير مشهور. Infamous. شفت قفشته ازاي؟ infamous. انا كنت شاكك فيها من الاول. فكده يا مستر ايه اللي انت عادش عليها اكس؟ اتنين؟ يلا نقراها كلها. كلنا بنحلم ان احنا نبقى مشهورين. famous one day. It is not easy to be famous because fame comes from hard work, patience. Hard work طبعا العمل الجاد. patience وهو الصبر. and also suffering هي المعاناة. صح. فانت هنا اختيارك رقم اتنين وهو الصح. شفت جات ازاي؟ اتمنى يا رب تبقى واضحة لك الصورة والشاشة. يلا نكمل. والله في بعض الناس اعرفهم يقول لك انا بقرا العربي بس يا مستر، واللي بتعمل سنس معايا الميك سنس اللي هي بتمشي معايا بختارها. يلا حبيبي اخوك. The huge development of technology، الديفلوبمنت التقدم بتاع التكنولوجيا، turned our society into a big market. التقدم بتاع التكنولوجيا ده خلى المجتمع بتاعنا سوق كبير قوي، in which people are competing، الناس بتتنافس عشان يكسبوا الايه؟ ويكسبوا وسرفايف باي اول ميز، عشان الناس تكسب و survive يعني تنجو، او ان هم بكل طرق survive يعني ينجو compete يعني ينافس. الكلمات دي مهمة اوي.
سوسايتي طبعا مجتمع قلناها في السيشن النهارده. فرق بين سوسايتي وكوميونيتي اما في الفيديو ده او اللي فات. يلا بينا. ذا هيوج ديفلوبمنت اوف تكنولوجي، التطور الضخم للهواتف. ايه ده انا ما كلمتكش عن الهواتف اصلا، انا قلت لك التكنولوجيا بس. التطور الهائل الضخم مش فارقه كتير تكنولوجيا تطوير. لا ما قلتلكش تطوير، قلت لك ديفلوبمنت تطور مش تطوير. فانت كده بتدور على بي او دي، فاهم؟ التطور الهائل للتكنولوجيا تطور ساعد مجتمعنا. تيرند قلت لك تيرن يعني ايه؟ حول مش ساعد يا بابا، قلت لك حول مجتمع. فهي رقم بي، التطور الهائل للتكنولوجيا حول مجتمعنا لسوق كبير. يس يتنافس فيه الناس بكل الطرق ليفوزوا وينجو. يس سرفايف يعني ينجو بشتى الطرق بكل الايه طرق. فتبقى رقم بي. بعد كده مستر دي القصة نشرحها بعدين، وطبعا هنشرح سؤال الاسعي ده في يوم لوحده ان شاء الله رب العالمين. دلوقتي احنا بعد ما قلنا خلاص الترجمة الحمد لله وحليناها، القصة يبقى ليها سيشن خاصة بيها، ويبقى فيه سيشن ان شاء الله رب العالمين للاسعي وازاي انت تجاوب الاسعي وهكذا. عزيزي الطالب انا عايز اقول لك ان انا كان ممكن اخلي يعني وقت الفيديو بتاع يونيت 2 ده اصغر بكتير، بس انا عايز اديك كل حاجه، وفي نفس الوقت عايزين نحل كتير. يعني اللي خلى الفيديو طويل هو ان احنا حلينا كم كويس كم مرضي ليا وليك الحمد لله رب العالمين. Dear students that's all for today and see you next time. ده كل اللي عندنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة أو فيديو جديد ليونيت 3 وباقي الفيديوهات بعد كده. ده This is Mr. أحمد إمام and bye bye.